وجود ألم بأسفل البطن شبه ألم الدورة، لكن مفيش دورة. إيه القصة دي وإيه الوجع ده وإيه سببه وإمتى أقلق منه وإيه الخطوات المفروض أخدها بشكل طبي سليم علشان أعرف أتعامل مع هذا الألم؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله في خطوات سريعة كده وبسيطة وبشرح بسيط جدا جدا ومفصل. أهلا بيكم كل عائلة طبيبتي، وحشتونا جدا وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودنا معاكم. لو لسه جديد علينا وأول مرة تشوفينا في القناة فأهلا بيكي في عائلتنا الطيبة. ما تنسيش تضغطي على زر الجرس وعلامة الجرس والاشتراك، لأن ده بيساعدك في وصول كل الدروس الجديدة إن شاء الله من قناتنا، وبإذن الله بيساعد الدرس ده كمان لما بتضع علامة اللايك انه يوصل لعدد اكبر من البنات انهم يشوفوا هذه المعلومة الطبية في وسط هذا المحتوى الكبير جدا الموجود على الانترنت اللي دايما بنحاول اننا نكون المحتوى النافع فيه. اهلا بيكم، معاكم النهاردة دكتورة ريهام الشال، اخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الانجاب. نبدأ بسم الله. اضطرابات المغص اللي بيحصل في اسفل البطن من غير وجود الدوره، ده بيحصل مع كتير جدا جدا من الفتيات البنات والمتزوجات، وحتى احيانا ممكن يحصل في مرحله ما بعد انقطاع الطمس. في كل مرحله من دول ليها دور وليها تشخيص مختلف عن الثاني وليها طريقه بحث طبيه مختلفه عن الثانيه تماما. بالنسبه للبنات فاحنا عايزين نطمن ونقول لهم حاجه مهمه جدا، طول ما الالم ده بيحصل في مرحله ما قبل الدوره بحوالي مده لا تزيد عن اسبوع مثلا، فاحنا بنتكلم عن ما يسمى باعراض ما قبل الدوره، وخصوصا لو الالم ده بيروح بمجرد نزول الدوره، يبقى احنا كده فعلا بنتكلم عن اعراض ما قبل الدوره، احنا كده بنتكلم عن شويه كده متلازمه بنسميها البريمنسترال سيندروم، وهي من الحاجات اللي قد تصل في مراحل الألم بدرجات زايدة جدا، وساعتها احنا بنقول احنا كده محتاجين فحص طبي. غير كده لا، ده شيء طبيعي ومتقبل، ووجود الألم ده احيانا حتى بيخلي مثلا بعض البنات يكونوا قلقانين، ايه ده، دي هتنزل دي مش هتنزل، الدوره جت الدوره ما جاتش، واحيانا قلقانين شويه. لكن لو الألم شديد وغير مقبول وما بيروحش مع اي مسكنات وما بيروحش مع نزول الدوره، ساعتها لازم نلجأ للفحص الطبي ونزور أقرب عيادة نساء بنثق فيهم علشان نقدر نوصل لحل سليم. طيب احنا الألم ده ما بيحصلش قبل الدورة، والألم ده بيحصل أحيانا بعد الدورة ما بتيجي، وبيكون زي ألم الدورة بالظبط، ألم موجود في منطقة أسفل البطن من تحت السرة وبيسمع في ضهرنا، وأكن الدورة موجودة برغم أن الدورة خلصت دكتورة لسه من كام يوم. بنقولها حاجة مهمة جدا، وهي ان هذه الالام معاها لازم نبدأ اننا نلجأ للفحص الطبي. قد تكون حاجات بسيطة جدا، مجرد احتقان بسيط في منطقة الحوض، مجرد الم بسيط، مجرد احيانا ممكن يكون التبويض اللي بيحصل واحيانا يكون حاصل بدري شوية، لكن لو الالم ده مستمر وبيتكرر معانا بشكل طويل وبيقعد فترة بتزيد عن الست ساعات او عن اليوم الواحد، فاحنا محتاجين فحص طبي، وبرضو ان شاء الله هنطمن وباذن الله هتكون حاجه بسيطه جدا. امال ايه الحاجه اللي انت قلقانه منها يا دكتوره وعماله تقولي ان شاء الله هتكون حاجه بسيطه؟ لا ابدا، احنا مش قلقانين منها ولا حاجه، لكنها قد تكون بعض اعراض البطانه المهاجره اللي ليها حلول وليها علاجات وليها تدخلات، وما نقلقش من اي حاجه، لكن دايما لازم نتحرك في وقت اقرب. كل ما تحركنا في وقت اقرب كل ما كانت فرص تدخلنا الطبيه انجح باذن الله ونسب نجاحها اعلى. طيب احنا كده خلصنا البنوتات، لان طبعا احنا في المراحل دي احنا مش قلقانين من اختبارات حمل، مش قلقانين من وجود حمل، مش قلقانين من اي حاجه زي كده. في البنات المتزوجات بقى احنا هنبدا نقول لهم اول حاجه بنعملها هي اننا بنطمن ان مفيش حمل. طب يا دكتورة ده المغص ده بيجي لي كل شهر قبل الدورة، زي ما قلنا كده دي أعراض ما قبل الدورة. خلاص طالما أعراض ما قبل الدورة اوعي تقلقي من أي حاجة. طب بص يا دكتورة، هو بيحصل قبل الدورة لكن أنا خايفة إن المغص ده يكون حمل وبيتكون، وعلشان كده أنا كل شهر بوقف حياتي تماما في المرحلة دي، ولا بتحرك ولا بزور حد ولا بنزل سلالم ولا بطلع سلالم ولا بعمل أي مجهود، لأني خايفة إن يكون حمل، ولا قدر الله لا قدر الله أفقده أو ينزل في دورة. انا بقول لكم الكلام اللي في دماغنا كلنا، الكلام اللي كلنا بنفكر بيه. بص يا ستي اطمني، وعايزين نتفق على اتفاق، احنا مش هنقلق من المغص ده غير بعد ميعاد تاخر الدوره. يعني ايه الكلام ده؟
يعني انت دورتك بتيجي كل يوم واحد في الشهر، احنا مش هنقلق من المغص ده غير يوم واحد في الشهر. انما المغص اللي بيجي لك قبل يوم واحد في الشهر، المغص اللي بادئ من يوم 23، من يوم 20 في الشهر، احنا مش قلقانين منه خالص. وارجوكي مارسي حياتك بشكل طبيعي، اكيد مش هتعملي مجهود زائد عن الطبيعي، لكن مارسي حياتك بشكلها الطبيعي جدا جدا، ولا تقيدي حياتك، لان ده بيزود اعراض ما قبل الدوره ويزيد من درجه المها، واحيانا بيكون سبب من اسباب اضطرابات الهرمونات واضطرابات الدوره نفسها. طيب بصي يا دكتوره، المغص ده بيحصل في اوقات متفرقه جدا، ملهاش علاقه ابدا بالدوره، وانا ملاحظه ان هو بيحصل كده على اوقات، يعني يمكن احيانا مع المجهود. برافو عليكي، انت كده جبتي جزء كبير جدا جدا من الاجابه. احيانا المغص ده بيحصل نتيجه احتقان في منطقه الحوض، وبالاخص مع تكرار الحمل والولاده بيبدا يحصل ضعف في جدار الاوعيه الدمويه اللي موجوده في منطقه الحوض، ويحصل الاحتقان. فنقوم الصبح زي الفل، كويسين جدا جدا، مفيناش اي حاجه، وعلى اخر النهار نبدا نحس بهذا المغص اللي موجود في منطقه اسفل البطن. طب ده اهم الاعراض؟ ده اهم الاعراض. طب بالنسبه لسيداتنا وامهاتنا الجميلات في مرحله ما بعد انقطاع الطمس، المغص ده سببه ايه؟ سببه حاجات بسيطه برضو ونطمن منها جدا، واهم سبب ليه هو اسباب احتقان الحوض، اللي ليه علاقه بضعف الاوعيه الدمويه، واللي ليه علاقه باننا لما بنقلل مجهودنا وبنقلل فترات وقوفنا وبنحاول اننا ناخد فيتامينات زي فيتامين سي اللي بيقوي جدار الاوعيه الدمويه بشكل قوي جدا، الدنيا بتبدا تتحسن معانا كتير. طب في حاجات تانية ممكن تكون مقلقة، سواء كان للجميع، للسيدات والبنات والحوامل والسيدات في مرحلة الخصوبة وغيره. للسيدات والبنات والسيدات في مرحلة الخصوبة وبعد انقطاع الطمس، في حاجات مهمة جدا ممكن تكون موجودة، عشان كده بنقول ان الفحص الطبي في حالات الاستمرار والتكرار بتكون من اهم التوصيات اللي نقدر نقول عليها. وبنطمن دايما ان مفيش لا قدر الله اي كتل موجودة في منطقة الحوض، تكتلات، سواء كانت تكتلات ليفية او غيره، او اكياس لا قدر الله ضغطة على اي منطقة من مناطق الحوض، او اي اضطرابات اخرى قد تعيق او تسبب لنا الام هذا الحوض. لكن في امور تانية ان شاء الله مفيش امور تانية، اطمنوا. احنا كده لخصنا الموضوع للبنات، للسيدات في مرحلة الانجاب، مرحلة الخصوبة، وللسيدات في مرحلة ما بعد انقطاع الطمس، وفي النهاية في مرحلة الحمل بقى الموضوع ده مختلف تماما، والام تحت السرة والام الحوض ليها اسباب مختلفة تماما تماما، هتلاقوا درس موجود في على الشاشة وفي صندوق الوصف بيتكلم عنها، وان شاء الله هنتكلم عنها باستفاضة شديدة باذن الله. نشوفكم على خير في درسنا القادم. ما تنسوش لو الدرس أفادكم تسيبوا علامة لايك عشان يفيد حد تاني، ودايما تكونوا رسل خير. كل التحية ليكم ولكل عائلتنا الجميلة وكل مشتركينا على القناة، سيبونا دايما اقتراحات الدرس الجديد في التعليقات، ولو في أي استفسار هنحاول إننا نجاوب عليه، أو انتظروا دايما اللايف اللي بنعمله مرة على الأقل أسبوعيا، بيكون موجود على صفحتنا على الفيسبوك اللي هتلاقوا الرابط بتاعها أيضا موجود في صندوق وصف الدرس. نشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.